يبدو أنهم لن يقبعوا في أماكنهم ليموتوا. هجوم انتحاري، لم أتوقع منهم الكثير على أي حال. الآن أطلقوا! دخان؟ أوه، إنها الإشارات الدخانية مجددا. احذروا، سيهجم! سأعلن عن آخر عملية لنا. اصطفوا يا جنود! سنقوم بهجوم الخيالة. الهدف القضاء على العملاق الوحش. سوف نكون طعما لتشتيت انتباهه، وننتظر إلى حين أن يتجهز لإطلاق الحجارة، ثم نقوم بإطلاق الإشارات الدخانية معا. سيكون هذا كفيلا بتشتيت تصويبه. بينما نحن نقوم بدور الطعم، سيقوم الكابتن ليفاي بقتل العملاق الوحش. هذه هي الخطة. ماذا؟ أتريدني أن أطارده بعدة التنقل فقط؟ إنه يقف في أرض خالية، لا يوجد حوله أي مكان للاختباء. أبدا، سيكون هناك أماكن للاختباء والارتفاع المناسب. اقترب نحوه مستخدما العمالقة، سيكون من السهل قتله هكذا. ببقائنا هنا سنكون أهدافا سهلة للمزيد من الحجارة. كونوا على أهبة الاستعداد. أجميعنا ذاهبين إلى الموت؟ وهو كذلك. أتقول أنه إذا كنا سنموت لا محالة؟ إذا لنموت ونحن نقاتل؟ بالطبع. مهلا، إذا كنا سنموت إذا ما مكانت الميتة؟ حتى ونحن نخالف الأوامر سيكون ذلك بدون فائدة. إنك محق تماما. فكل شيء بلا معنى، لا أحلامك ولا أمانك التي تريد، ولا حتى العيشة الهنية التي كنت تعيشها، فكلها سيان إذا مزقتك الصخور. كلنا سنموت يوما ما. هل يعني هذا أن الحياة بلا معنى؟ هل كان هناك هدف حتى لولادتنا؟ هل تستطيع قول هذا لمن مات؟ أكانت حياتهم بلا معنى؟ قطعاً لا! فما نفعله في حياتنا يعطي قيمة لحياتهم! مات الشجعان ومات الجبناء! نحن من سيتذكرهم؟ من بقي على قيد الحياة؟ ونحن سنموت وكلنا ثقة بأن من سيخلفنا سيجد معنى لحياته. فاغضبوا يا جنودي، واصرخوا يا جنودي، قاتلوا يا جنودي.